مدينة محافظة ميسان باتت إذن مسرحا لصدمات واغتيالات بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق في ظل هذا المشهد السياسي المشدود والمشحون في البلاد. إلى مدى ما تشهده هذه المنطقة هو انعكاس أو ربما حتى تفجر لهذه الأزمة السياسية نحو هذا الصدام المباشر؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. في حقيقة الأمر أن الصدام بين جماعة سرايا السلام وبين جماعة العصائب هو دائما صدام يعني مؤجل، حيث تشهد الحركتين صراعا بين قادتهما من جهة وبين الفصائل التي تنضوي تحت هذان القائدان نتيجة الصدامات المتكررة السياسية والأمنية التي حدثت منذ فترة طويلة، وربما يبيت أحدهما للآخر ما يستطيع أن يوقع به من خسائر. جاءت هذه المرة الحوادث في ميسان التي تمتعت إلى فترة طويلة نسبيا بالاستقرار والإصلاح الخاص ببناء المنشآت والخدمات عبر محافظها الذي يشهد له أهل المحافظة بالعفة وبالقدرة على إدارة الخدمات والأمور بشكل موضوعي ومحايد. جاءت هذه المرة لتطيح بالمحافظة من خلال إشراك القوى المسلحة لهذين الفصيلين، إضافة إلى تحريك القطاعات التي ربما تمثل قوة العشائر العراقية الموجودة في هذه المحافظة والتي استعرضت عضلاتها من خلال استعراض قوتها في التسلح والتسليح الذي ربما أدهش المراقبين وأدهش الذين عرضت عليهم الأفلام التي أظهرت هذه القوة. محافظة ميسان أيضا هي إحدى المنافذ المهمة والرئيسة كونها قريبة جدا من الجانب أو الحدود الإيرانية ضمن مناطق الأهوار وغير الأهوار، هي منفذ ونافذة كبيرة لورود المخدرات من إيران إلى العراق، وبالتالي القوى المسيطرة على هذا الشريان المميت للعراقيين، شريان المخدرات، لا تسمح لأحد أن يوقف تدفق المخدرات عبر هذه المحافظة، وهو ما استوجب إظهار القوى الشديدة والقوى المسلحة للقوى التي تحمي تجار المخدرات ومستوردي الموت إلى العراقيين وإلى الشباب العراقي على وجه الخصوص.